السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا طلاب وطالبات ثالث ثانوي الأدبي والعلمي إلى درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية عبر مبادرة مسارات. أصدقائي، كما تحدثنا سابقا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون لنا وقفة عند مراجعة القسم الثالث موديول 3 بعنوان لايف ستايلز أنماط الحياة. طبعا في درسنا الماضي كنا قد انتهينا من مراجعة كتاب الطالب. اليوم إن شاء الله تعالى سيكون لنا وقفة مع مراجعة كتاب الأنشطة in page 58 في الصفحة 58. طبعا بداية راح سنبدأ بالجرامر and vocabulary، مراجعة القواعد والاصطلاحات. إذا بروجريس تيست 3 اكتيفيتي بوك، مراجعة القسم الثالث في كتاب الأنشطة in page 58 في الصفحة 58. إذا جرامر اند فوكابيولاري، جرامر اند فوكابيولاري أي القواعد والاصطلاحات. لنبدأ بالقسم الأول القواعد. لاحظوا السؤال الأول يقول report this conversation، أي انقل هذه المحادثة. Start each reported question with I asked، وابدأ كل سؤال منقول بالفعل asked، and each reply with he said، وكل إجابة به said. طبعا تعلمون أن فعل النقل عند نقل السؤال يكون asked وعند نقل الجملة يكون said. أصدقائي، في هذا التمرين حقيقة هو عبارة عن محادثة أسئلة وإجابات، ولكن الإجابة هي مختصرة بالاسم فقط، يعني بكلمة واحدة. لذلك سنحول فقط الأسئلة، إذا الأسئلة وهي حقيقة مهمة جدا للتدريب عليها، فقط الأسئلة سنقوم بحلها. لنبدأ بالسؤال الأول. أي يقول What is your name؟ What is your name؟ ما هو اسمك؟ نبدأ ببتول. نعم يا بتول، تفضلي. كيف سننقل هذا السؤال؟ أولاً نحدد نوع السؤال وهو سؤال مطول بسبب وجود what. نعم. ثم نقول he asked، نحط أول شيء what، بعدين نحط الفاعل my name is، نقلبها لواز بتصير he asked what my name was. والماي يا بتقول بالنسبة للماي، ايه نقلبها لهيز. لهيز بالتأكيد، نحن تكلمنا كل شيء ما يتعلق بالمتكلم يقلب إلى غائب. إذا what his name والفعل is إذا يصبح was. أحسنتي. إذا I asked him what his name was، سألته ما كان اسمه. طبعا هنا وضعنا الكلمة السؤالية what وبعد ذلك الفاعل هو your name. الخطوة التالية الفاعل your name ستقلب إلى his name، تمام، إلى اسمه. كما ذكرنا كل هنا لاحظوا ضمير المفعول به him تحول إلى صفة ملكية غائب، هنا من ضمير مفعول به إلى صفة ملكية كون أنها في صيغة السؤال موجودة صفة ملكية. الآن السؤال B where do you live؟ إذن where do you live؟ نعم يا سلاف، أين تعيش؟ I asked him. أستاذ هون السؤال مطول، نضع كلمة السؤال where، وهون بنحذف الدو، نستبدل بدالة ماضي بسيط بتصير ايه he lived. Where he lived، احسنتي. اذا تحليل رائع وصحيح، ممتاز. اذا I asked him where he lived، اين الدو؟ اذا حذفنا الدو بالتأكيد. الملاحظة تعرفونها عند وجود دو أو ديد بالتأكيد نحذفها ونعود بالفعل عند وجود دو أو دوز إلى الماضي البسيط، وعند وجود ديد إلى الماضي التام. إذا إجابة رائعة. الآن إلى السؤال C where did you live before that؟ أين عشت قبل ذلك؟ نعم يا رقية. I asked him. هذا السؤال مطول. نعم. نعم. كلمة السؤال where بتصير where، وبنحذف الديد بتصير where he had lived before that. إذن إجابة رائعة، أحسنتي يا رقية.
إذن حقيقة وسؤال مطول أيضا. بداية وقعنا الكلمة السؤالية، إذن الكلمة السؤالية where، وبعد ذلك حذفنا الديد كما ذكرنا في الملاحظة السابقة وحولنا الفعل إلى ماضي تام. هنا leave تحولت إلى had lived بسبب وجود الفعل المساعد did، وهو الدليل على أن السؤال في الماضي البسيط. الآن سؤال دي، did you enjoy living there؟ هل استمتعت بالعيش هنالك؟ نعم يا مريم، تفضلي مريم. ما نوع السؤال؟ استاذ هون السؤال قصير، سؤال قصير بيبدأ بفعل مساعد. ممتاز. I asked him، نحذف did، بنحط if he بنحط الجملة بالماضي التام had enjoyed living there. ممتاز، أحسنتي، إجابة رائعة. إذن هنا يختلف السؤال عن السابق، هنا صيغة السؤال short question، سؤال قصير. لاحظوا بدأ بفعل مساعد وهو did، إذن مباشرة أنا حذفت did ووضعت if، وبعد ذلك حولت enjoy إلى ماضي تام had enjoyed. I asked him if he had enjoyed living there، سألته فيما إذا كان قد استمتع بالعيش هنالك. الآن السؤال إيه، Are you married؟ نعم يا فاطمة، تفضلي. ما نوع السؤال الذي ستنقلينه؟ نعم فاطمة، اشكرك. أستاذ هوني سؤال قصير. أول شيء رح نحط if، اليو بتقلب لهي، الار رح تقلب لواز، married. ولماذا وقع الماضي من ار هو وير، صح؟ لماذا وقعتي واز هنا؟ أستاذ لأنه الهي بتاخد واز. أحسنت، إجابة رائعة، ممتاز. إذن هذه الملاحظة حقيقة تحتاج أن نركز عليها. هنا صحيح أن الماضي من آر هو وير، ولكن لاحظوا الفاعل هو هي، والهي بالتأكيد سنضع واز بدلا من وير. إذن I asked him if he was married. ممتاز. الآن السؤال F، What is your job لبابا؟ What's your job؟ ما هو عملك؟ I asked him if he what his job was. تماما، لا داعي لإف هنا بالتأكيد كون أن السؤال مقول، فاستخدمنا الكلمة السؤالية نفسها what. إذن I asked him what، وبعد ذلك الفاعل your job، إذن his job. أصدقائي في هكذا نوع من الأسئلة ركزوا، الفاعل هو مركب هنا مؤلف من صفة ملكية والاسم المملوك بعده، إذن your job أصبحت his job، إذن his job ومن ثم إيش أصبحت was. I asked him what his job was، سألته ما كان عمله. ممتاز. الآن جي، do you work in a college، هل تعمل في الجامعة؟ نعم بتول، بتول خقي، تفضلي. أستاذ هون الجملة من النوع السؤال القصير، نقول I asked him if الدوم نحذفه if he was if he. أستاذ هون عندنا work بالحاضر المستمر نقلبه لماضي مستمر. وين الـ ing؟ عفوا بالحاضر البسيط نقلبها لماضي بسيط. ممتاز. بتصير worked he worked in a college. رائع، شكرا لك يا بتول، ممتاز. إذا تحليل صحيح. نعم تفضلي. بس عندي سؤال بجملة رقم دي، أستاذ دير ليش ما حولناها لهير؟ there قصدك أن نحولها إلى هنا here تتحول إلى there، بالعكس here نحولها إلى there. لما نحول بالعكس؟ لا فقط في حال وجد الظرف here يتحول إلى there. تمام؟ تمام أستاذ. إذن I asked him، نعود إلى الجملة جي، do you work in a college؟ لاحقوا أيضا سؤال قصير، إذن يبدأ بالفعل المساعد do. I asked him مباشرة بعد فعل النقل أضع if وأحذف الدو، حذفت الدو، وصيغة السؤال هو حاضر بسيط، إذن إلى الماضي البسيط، الماضي من work هو worked بإضافة الإي دي فعل نظامي، إذن if he worked in a college. السؤال الأخير في هذا الجملة في هذا القسم، إذن What subject do you teach؟ إذن ما هي المادة التي تدرسها، التي تعلمها؟ What subject do you teach؟ نعم يا سلاف. I asked him. أستاذ هون السؤال مطول، نضع كلمة السؤال what
وبعدها هوني ال الجملة إيه أستاذ كمان الدو هوني بنحذفها ونحول للماضي البسيط بتصير what what he أيوة الماضي من teach أستاذ تيست يعني إضافة الإي دي فعل نظامي ده أستاذ إضافة إذن الماضي منه taught ماضيها taught taught إذن نعم صحيح إذن I asked him what subject هذا لاحظوا وضعت جميلتكم هنا أداة الاستفهام كونه سؤال مطول ومن ثم صيغت السؤال حاضر بسيط وجود دو حذفت الدو أحذف الدو وأعود بالفعل إلى الماضي التصريف الثاني من teach هو taught I asked him what subject he taught إذن سألته ما المادة التي كان علمها إذن بذلك أصدقائي نكون انتهينا من هذا القسم reported speech بشكل كامل أتمنى أن تكونوا قد فهمتم واستوعبتم كل حالات reported speech الكلام المنقول ثلاث حالات هي جملة إضافة الحالة الأولى هي نقل الجملة الحالة وأيضا نقل السؤال الذي يتفرع إلى فرعين السؤال المطول WH question والسؤال القصير short question